الثعب الكبير بوالحجار الحكم الوطني اليوم تنحضروا وكي تتحضرت انت معنا وحضروا جميع الحكام ديال عصبه الجنوب لكره القدم في هذا الافتتاح ديال مدرسه التحكيم بمنطقه المحاميد. بالنسبه للثعب الكبير كيف تشوف هذه الاجواء وتشوف ان هنا كاين واحد الاقبال الوليدات بنيات على الافتتاح ديال اليوم الاول هنا في التحكيم؟ التقييم ديالك انت تشوف هذه الاجواء ديال الوليدات؟ شكرا جزيلا الاخ صابر. فكما لا يخفى عليكم ان هذه السنه قامت عصبة الجنوب لكرة القدم ممتلة في اللجنة الجهوية للتحكيم، ارتأت أنها تفتح مدارس بمدينة مراكش على غرار السنوات السابقة كانت تفتح مدرسة واحدة في مدينة مراكش. فارتأينا نظرا للخصاص اللي كتعرفوا هذه العصبة من الحكام أننا نفتحوا مدارس التحكيم في ماشي مدرسة واحدة في مدينة مراكش وإنما في مناطق متعددة. كاين هناك 8 مدارس هنا بمدينة مراكش بما فيها هذا المحاميد، منطقة المحاميد، وكل منطقة من خلال المطبوعات، من خلال يعني الالتقاء ببعض المدير بعض الثانويات، ودرنا لهم واحد اليوم إخباري، واحد اليوم نسميه تحسيسي بالتحكيم، بانه وحتينا الشباب على انهم يدخلوا لهذا المجال ديال التحكيم وبالاخص الفتيات، لانه على حساب الافكتيف اللي عندنا قليل من عصبه الجنوب، وبغينا بعد عصبه الجنوب ترجع الامجاد ديالها السابقه. بالنسبه للمدرسه كي تلاحظوا الاجواء تبارك الله، بالنسبه للوليدات هما تبارك الله يعني الافكتيف كاينه بجميع المدارس اللي فتحنا، وكنتمنوا لهم الخير والمضي قدما في هذا المجال حتى يوصلوا على المراتب. بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكروا سي صابر المشرف على موقع مراكش الرياضيه على هذا الاهتمام بمجال ديال التحكيم في منطقه مراكش، واللي لبى الدعوه ديالو باش يحضر الافتتاح ديال مدرسه التحكيم خاصه بالمحاميد. هذا الافتتاح هذا راه 3 شهور حنا كنعدوا ليه وسائل اعلام، وسائل التواصل مع الناس باش نوصلوا الفكره للشباب انهم ينخرطوا معنا في مدرسه ديال التحكيم. كتشوفوا اليوم ما يفوق على 40 طالب اللي جاوا، باقي ان شاء الله ناس غادي يجيو ان شاء الله، يعني غادي نفوقوا العدد اللي كان متوقع اللي هو بين 30 و 40 ان شاء الله. هذا الشيء كيبشر بالخير انه غادي يخرجوا من مدارس التحكيم خاصه بالمحاميد شباب اللي غادي ان شاء الله يهزوا المشعل على الصعيد الوطني ان شاء الله، وحتى على الصعيد العالمي. لما لا ان شاء الله. كتجربه ديال عبد ربي، هنا بديت التحكيم في 1998، كنا كنتعذبوا بزاف باش نوصلوا للمدرسه ديال التحكيم اللي كانت في منطقه قيليز. يعني انا كتلميذ، انا كتديبلاسي حتى لقيليز كنا كنعانيو. هاد الفكره هذيك فاش فكرنا لقينا بانه راه ما يمكنش الدري ديال 14 عام و15 عام تجري به حتى المنطقه، نقربوا المدارس للاخوان، سيرتو ان احنا المشرفين على اعلى طراز كسي هشام التيازي، كسي رواح اللي هو مكون جهوي من اللجنه المركزيه ديال التحكيم التابعه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. ونتمناو ان شاء الله لهاد الشباب هادو انهم يمشيو في المسيره اللي مشى فيها السي هشام وعبد ربي باش نشوفهم في اعلى المراتب ان شاء الله. وشكرا جزيلا. بالنسبه لاميمه، كيفاش استقبلتوا هذه الفكره ديال افتتاح مدرسه التحكيم عندكم هنا في منطقه المحامي؟ بالنسبه ليا بغيت نقول بلي ان هذه المدرسه هي مبادره جيده وتقامت عندنا في المحامي، يعني كتجذب المواهب واللي عنده شي واللي كيحب الكره او لا شي حاجه كيجي ليها. وانا بالنسبه ليا يعني ترى كنبغي الكره وكتعجبني، وجيت قدمت الطلب للاستاذ التيازي، وكان زعما يعني كل شيء كيستقبلوك بواحد الطريقه يعني جيده وكل شيء تقريبا مقبول. بالنسبه لاميمه، سمعنا انه فتي درت شي مباراه ديال البنات عندكم هنا في المحامي، كانوا حضروا لها التيازي، حضروا لها بزاف ديال شغلو، وكان عجبتك الفكره هذيك اش تقدمتي قال لي بالنسبه باش تقيدي هنا في مدرسه التحكيم؟ اييه، كنت انا بالنسبه لي دفعت الطلب ديالي، وكان عيط لي الاستاذ رئيس الجمعيه، ومشيت ولقيت الاستاذ التيازي وواحد الاستاذ اخر، وحكمت واحد شبه مباراة وحكمتها، وصراحة كانت أحسن تجربة في حياتي.
سيتو. نتمنوا لك التوفيق في ميدان تحكيم اميمه. شكرا، وكنتمنى ان الفتيات يجيو لهذا التحكيم لانه صراحه تجربه جيده ومتاحه للفتيات، وهذه فرصه ما خصناش نفوتها. بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار المنهجيه الجديده بالنسبه للجنه الجهويه للتحكيم، ارتأت اللجنه بطبيعه الحال تحت اشراف عصبه الجنوب، وفتح مدارس في مجموعه من المناطق، منها منطقه المحاميد، منطقه المدينه، سيتيس بن علي، طمنصور، المسيره، ورزازات، الصويره. بالنسبه لهذه البادره ارتئينا باش تكون بهذه الطريقه هذه لمحاوله اشراك اكبر عدد من الحكام، واتجهنا بالخصوص للفئات الصغرى لان مستقبل ديال التحكيم في الفئه العمريه تطبيقا للمنهجيه الجديده للجنه الجهويه للتحكيم. لانه طبيعة الحال العصبه في هذه السنوات الاخيره عانت، وكاين فراغ على الصعيد الجهوي، وارتئينا بانه غيكون فراغ حتى على الصعيد الوطني، ولسد هذا الفراغ ارتئينا باش المدارس يكونوا قراب من الشباب، باش على الاقل نحاولوا نيليمينيو هذا العذر، ومن بعد غادي يكون الثقاء باش تكون الجوله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الاخ صابر. بالنسبه للمدارس التحكيم، منذ تعيين السي عبد القادر التيازي على الاشراف اللجنه الجهويه للتحكيم بعصبه الجنوب لكره القدم، سبق لنا كنا درنا واحد الجرد، وتبين لنا بان القاعده بدنا نوسعوها ديال التحكيم، وبنا نهيئوا الخلاف بالنسبه للهرميه، القاعده الهرميه ديال التحكيم. لذا درنا اجتماعات بخصوص هذا الشان، وفكرنا لقينا الوسيله اللي تقدر تكون ناجحه هي نقربوا المدارس عند المترشحين، عند المتلقين المستفيدين اللي عندهم رغبه في ولوج المدارس ديال التحكيم. درنا اجتماعات وقررنا باش نفتحوا المدارس في الاحياء المهمه في مدينه مراكش. افتتحنا في الاسبوع اللي مضى في المدينه، وانتم كيف تشوفوا اليوم في حي المحاميد، لحي كبير عند واحد الناس تيتوفر على واحد النسمة هائلة سكنية هائلة. افتتحنا المدارس، قربناهم، وهانتم تشوفوا كاين الإقبال، كاين الشباب الولوج هاد المدارس، وكاين واحد الرغبة، وحنا إن شاء الله راه غادي نسيروا هاد البادرة هادي، ونتمناو باش تكون النتائج كيف اللي توخاتوا اللجنة والعصبة ككل.